أعزائي طلبة طلاب ثانوية عامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 72. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة في الحلقة الثانية على التوالي يكون معانا مراجعة على الكيمياء مع دكتور هيثم كمال اللي مشرفنا في الحلقة الثانية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ احمد، تسلم، شرفتنا ربنا يخليك، وشرفنا كالعادة ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا اتمنى بس ما اكونش ضيف تقيل عليكم لا 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 تمام. واتمنى ان الحصه بتاعت العضويه اللي فاتت ان شاء الله يكون الاستفاده وسمعنا الكلام وطبقنا الكلام اللي اتقال، وان شاء الله الاستفاده تبقى اعلى ان شاء الله في المحاضره اللي جايه او الحصه اللي جايه ان شاء الله. النهارده بعد مساء الخير، المسائل، انا عارف المسائل هي المشاكل الكبيره اللي عندنا في الامتحان. المسائل لما بتتكسر اي حاجه بعد كده بتيجي بعدها سهل، فعشان كده قلت النهارده هنتكلم على بعض الافكار اللي بيسموها السهل الممتنع. دي لما بتتحل خلاص بقيه النظر ما فيهوش مشكله، يعني احنا عندنا شويه تعليلات، شويه نظر، شويه تجارب وشويه مسائل، مش كده؟ اكتر حاجه بتعطلنا اللي هي الايه؟ اللي هي المسائل. طب المسائل يا مستر يعني اتعامل معاها ازاي؟ مسائل معروف 1 2 3 4. واحد، قوانين. القوانين دي اللي هي العربيه اللي بتوصلك للهدف بتاعك. واحد يقول لي انا بروح الهدف بتاعي بالطياره، ماشي، ما هو المسائل فيها حل وحل اخر، يعني ليها طريقه وليها اتنين وليها تلاته، اشتغل باي طريقه رياضيه صحيحه ووصل للهدف بتاعك، مفيش مشكله، مفيش حجر عليك. يبقى رقم واحد الطريقه او الوسيله اللي هي الايه؟ القانون اللي بتشتغل بيه. رقم اتنين المخ، اشغل المخ شويه، صح؟ ودي طبعا انت محتاج تعمل كده، تشغيل مخك ده بيساعدك على ان انت تتناول اكتر من مادة ويبقى ما عندك الاستيعاب ليها ان شاء الله. فالنهاردة ان شاء الله هنتناول اكتر من فكرة، نحط قوانيننا قدامنا وتملي كده المسألة لما تلف الفكرة بتاعتها قدامك انت حاول تجيبها لحاجة انت تعرفها. كان يا استاذ احمد زمان، مش عارف انتوا ما بتوعوش بالناس الكبيرة بقى اللي قاعدة بتتفرج عارفة الكلام ده، كان في لعيب كرة قدم اسمه ربيع ياسين. تمام. ربيع ياسين ده يا اولاد كان بيحب يلعب على خط التماس، الخط، ماشي، يعرف يلعب هناك كويس قوي، اي حد يدخله في نص الملعب يقوم واخد الكره يروح بيه هناك عشان يقدر يتعامل معاه. فانت المسائل لما تلف بيك هاتها لملعبك، هاتها للجزئيه اللي انت عارفها، اعملها ازاي، اعمل الكلام ده ازاي، فك المعطيات. طب والمعطيات هتعرفني ايه؟ المعطيات هتعرفك القانون. طب والقانون بيدل على الدرس نفسه، تقدر تكتب قانونك وتعوض فيه بكل سهوله وتقدر ما تتلخبطش بينه وبين افكار المسائل التانيه. يبقى المعطيات اكتبها، يظهر القانون بتاعي، اعرف الدرس اللي انا شغال فيه ايه، مش كل الامور مختلطه مع بعضها. بالنسبه للمسائل، طلبه كتير بتسال، هي المسائل موجوده في الباب الثاني يا مستر، وموجوده في الباب الثالث، وموجوده في الباب الرابع، مش بس كده، اي حاجه فيها معادلات يبقى فيها مسائل. واحد يقول لي طب اكتر مسائل موجوده فين؟ المفروض اكتر مسائل تبقى موجوده في العضويه، لان اكتر عدد عندنا في المعادلات هو في الكيمياء العضويه، اقدر استخدم معادله العضويه في اي حساب كيميائي واشتغل بيه. طب والباب الاول يا مستر، مش ده بدايتنا؟ في مسائل برضو؟ طبعا في مسائل. طيب المسائل يا مستر اللي هنشتغل بيها في الباب الاول بتتكلم على ايه؟ ده الباب الاول بيتكلم على الحديد. النسبه المئويه. يا مستر انا عشان اوصل للحديد، انا عشان اوصل للحديد يبقى لازم اختار الخام المناسب. طب والخام المناسب ومعايير اختيار الخام المناسب كان اول حاجه عليها ايه؟ قال لي اول حاجه في اختيار الخام المناسب هي نسبه الحديد في الخام. طب مستر لو قال لي نسبة الأكسجين في الخام، أيوة هي دي لعبة المسائل. كل الناس بتفكر إن أنا بقانون النسبة المئوية ممكن أجيب نسبة الحديد وأختار الخام المناسب ليه. طب وإيه المشكلة لما أقول لك عايز نسبة الأكسجين مثلا؟ يبقى ما تخليكش نمطي، المسائل عايزة مرونة، والمرونة دي هتخليك تتعامل مع أكتر من سؤال حتى لو ما كانش مسألة كويس. ماشي يا مستر، طب هنبدأ بإيه؟ معلش النهاردة بس استحملوني، هكتب كل مسألة جزء جزء على السبورة ونحله مع بعض، بس نجهز الاول بمجموعه القوانين. طب اكتر قانون بحبه، اهم قانون لازم تحبه، اللي هو قانون مين؟ عدد المولات. طب عدد المولات يا مستر جهزه، هي عدد المولات بتساوي ايه؟ بتساوي كتير. طب زي ايه؟ الكتله بالجرام على الايه؟ على الكتله الموليه، عندنا القوانين بتاعتنا عارفينها. طب وبتساوي ايه كمان؟ ممكن تساوي كمان الحجم على 22.4 من 10 في الظروف القياسية اس تي بي. وممكن تساوي ايه كمان؟ كتير.
ايه كتير ده يا مستر؟ يعني عدد الجزيئات او عدد الذرات او عدد الايونات على عدد كلكم عارفينه اللي هو عدد افوجادرو 6.2 في 10^23. وممكن ايه كمان؟ ايه يا مستر؟ كل دي قوانين لعدد المولات لانها غايه في الاهميه. ماشي، هتريك عاملها تاج فوق. ممكن بالقانون الخطير ده اللي هو ايه؟ التركيز او المولاريه في الحجم المقدمه اللي حضرتك قلتها، ان اول ما الاقي كتله احسب الكتله الموليه واقسم الاثنين على بعض اجيب عدد المولات. هي مهمه قوي كده؟ طبعا. ان اول ما يكون عندي حجم اقسمه على 22.4 لما يقول لي ظروف قياسيه واجيب عدد المولات. لو عندي عدد جزيئات هقسمها على عدد افوجادرو، عندي ذرات اقسمها على عدد افوجادرو، عندي ايونات اقسمها على عدد افوجادرو، ووصل لعدد المولات. للدرجه دي مهمه. والاهم القانون الاخير، اول ما تلاقي ماده واحده ليها حجم وتركيز اضرب الاثنين في بعض وهات عدد المولات. واحد يقول لي ليه؟ لان حاجات كتير بتعتمد عليها عدد المولات، كل الكميات بتعتمد على عدد المولات. الحاجه الثانيه، انت لما يجيب لك رقمين او ثلاثه وتختزلهم في رقم واحد يبقى انت بتعمل ايه؟ ببسط المساله عشان اوصل بسهوله اللي انا عايزه. ماشي يا مستر، خلينا في موضوعنا. كنا بنتكلم في الباب الاول على النسبه لايه؟ المقاويد. سؤال بيقول يا اولاد، مساله ولا سؤال؟ الاثنين في بعض. ايه ده؟ بيقول لي اكسيد الحديد الثلاثي واكسيد، طبعا في دماغي على طول الصيغه، واكسيد الحديد المغناطيسي. مستر ده اللي موجود في خام الهيماتايت. ايوه، وده اللي موجود في خام الماجناتايت. اه، ده مركب، لكن ده خليط من مركبين، حديد 2 وحديد 3 عارفين. اه، ايهما يا مستر؟ هي مساله ولا سؤال؟ ما لازم تعمل كوكتيل. قلنا مفيش حاجه اسمها سؤال لوحده مساله لوحده، لازم انت تخلط. ايهما يحتوي على نسبه اكبر؟ طبعا كل الناس مستعده تقول ايه؟ الحديد من الاكسجين. ايه ده مستر؟ لازم يساعدني، ولو ما ساعدكش الاف اي ب56 يا بيه. مستر احفظها يا ريت يا مستر، وتملي الحته دي، اتعب شويه عشان هو هدفك ده ببلاش كده بالراحه، اتعب. هو لازم احفظ كذا حتى لو مكتوب عليه الايضاح؟ اتعب، زود التعب، مفيش تعب بيضيع. ماشي يا مستر هحفظها حتى لو ما جاتليش. والاو اقدر اتعامل معاها، والاو ب16. مستر هو طالب ايه؟ عايز يعرف النسبه في مين اكتر. طب ما انا عايز قانون، ما هي دي الاداه بتاعتي. طب القانون بتاعنا عباره عن نسبه مئويه. نسبه مئويه يعني ايه؟ يعني صغير على كبير في 100. ابسط حاجه، صغير على كبير في 100 بتفتح ابواب كتير بقى. يعني يعني عنصر على مركب في 100، اه، مركب على عينه في 100، مركب على خليط في 100، مركب على خام في 100، مركب على مخلوط في 100، ميه على عينه مائيه في 100، صغير على كبير في 100. واضحه جدا. طب ايه صغير على كبير؟ كتله وكتله، ما هي النسبه المئويه اللي عندنا كتله، هو عايز ده. ماشي يا مستر، اعمل انا ايه؟ هجيب النسبه. بصوا انا بكتب ايه؟ المئويه لمين؟ هو عايز مين؟ للاكسجين في، بصوا بعد كلمه في هحط الماده تحتيه، مين يا اولاد؟ اول حاجه مين؟ اكسيد حديد ثلاثي. طب مستر اعمل ايه؟ عوض يا بيه، اكتب كلمه ايه؟ كتله. اكتب كلمه ايه؟ كتله، واروح اضرب فيه 100 يدي نسبه ايه؟ مئويه. طب والخطوه اللي بعدها؟ اكتب الصيغه بتاعه الاكسيد. ما هو يا مستر كلنا عارفين Fe2O3 جواه كام حديد؟ 2 Fe. بص القانون بيقول ايه؟ يعني انا دلوقتي هعوض بكتلة 2 Fe. لا اغلط ولا انسى ولا اقول 3 ولا 2، ده انا حطيت واحدة. الكلام ده ما ينفعش. اللي موجود هنا اه هو اللي هنا. ماشي، 2 Fe بالكتلة تعويض مباشر على طول. يلا يا اولاد، ايه ده 2 يا مستر في 56 قصدك 100 وايه؟ و12؟ اه، 56 يا مستر في 2 زائد 3 في 16 يا مستر 48، قصدك تطلع 100 وايه؟ 160. واروح اضرب ايه؟ في 100 يدي نسبه ايه؟ مئويه، وحافظ عليها. مستر النسبه المئويه بتاعتنا الاولانيه طلعت 30. حلو. هو عايز النسبه المئويه لمين؟ للاكسجين، مش كده؟ اه، سوري، 3 او يعني 48، معلش. يبقى طلعت 30 في الايه؟ في 100.
واحد يقول لي طب يلا اطرح. اطرحها من ايه؟ اطرحها من 100% هيديك ال 70% اللي هي الحديد. يعني ممكن اجيب نسبه الحديد ونسبه الاكسجين مع بعض. طب يلا بالطريقه هي هي والخطوات زي ما هي، النسبه الايه المئويه برضو المين للاكسجين، ولما اطرح من 100% هجيب الحديد. في وبعد كلمه في اكتب اكسيد الحديد المغناطيسي تحتي. مستر انت ليه بتعمل الحركه دي؟ بصوا كده، لما جيت كتبت ايه كتله وايه وكتله، مين اللي فوق الاكسجين مين اللي تحت، يبقى حتى لو بتنسى الامور واضحه قدامك. طب الاكسيد الحديد المغناطيسي اللي هقسم واضرب في 100 يا مستر صيغته ايه؟ كلنا عارفين Fe3O4. في كم اكسجينه؟ 4. في كم حديده؟ 3. على حسب ما يطلب منك بقى احسب يا مستر. في 4 او مش انا عايز الاكسجين، عايز الاكسجين. يلا بينا. يبقى بالحسابات 4 في 16 يعني 64، 3 في 6 وايه و50 زائد ال 64 بتاعتنا تطلع 232، واروح اضرب في ايه في 100 تطلع النسبه الايه المئويه 28 في الايه في 100. حضرتك لسه ما خلصتش السؤال. ليه؟ بص السؤال عايز ايه، مين يحتوي على نسبه اكبر. مستر انا حليت المساله، لازم تقول له مين اكبر والا تنقص. ودي من ضمن الحاجات اللي هو بعد ما تخلص اللي انت بتعمله بص هو عايز ايه. يبقى نسبه الاكسجين في مين يا اولاد؟ دي 28 ودي 30، يبقى في مين؟ في Fe2O3 اكسيد حديد 3 اكبر من نسبه الاكسجين في Fe3O4. فيها مشكلة؟ بسيطة يا مستر، لما تكتبها. ماشي. سؤال تاني يا ولاد، برضو بيمثل سهل ممتنع بالنسبة للناس. بيقول يا مستر، بيقول لي يتفاعل، وكل الناس بقى اللي معاه ورقة وقلم وكده كده أصلاً الحلقة دي إن شاء الله شايفينها دلوقتي ومركزين فيها ونازلة يوتيوب، يعني تقدر تعيد وتقدم وتأخر زي ما أنت عايز وتشوف المسألة وتكتبها. يتفاعل 12 مللي، مستر مديني حجم وماله؟ من محلول 2 من 10، وكتب لي ام. ام دي معناها ايه يا اولاد؟ مولر. ايوه بص انا هكتبها مولر وهي مكتوبه عندك ام، يبقى مولر بالعربي اهي. ماشي. يحتوي المحلول ده على ايه؟ على ايونات. ماشي. ايونات ماده مجهوله اسمها اكس، والاكس ده يا مستر ايون. ايون يعني ايه؟ يعني يا موجب يا سالب. فهو قال لي انه ايون موجب. طب موجب كام؟ قال لي ما اعرفش. ام دي مجهوله، يبقى انا عايز احسب ام بكام. برافو تماما. مع ايه يا فندم؟ اتفاعلت تماما مع ايه؟ مع 8 ملي من محلول 1 من 10 ام، يعني مولر بقى قلنا يا مستر. وده بيحتوي على ايونات واي. واي دي يا مستر؟ ده ايون فاضل السالب لان كتبنا الموجب. طب سالب كام يا مستر؟ قال لي برضو ما اعرفش. ما اعرفش هنا ان نمبر. ماشي. لتكوين ملح صيغته الاوليه اكس ان واي ام. عايز ايه؟ عايز النسبة N و M بكام؟ ماشي يا مصر، أعمل أنا إيه؟ هو بيقول لك إيه دلوقتي؟ بيقول لي الاثنين اتفاعلوا مع بعض، يبقى أكيد كونوا إيه؟ كونوا مركب يا مصر اسمه إكس واي. طب إكس واي ده عايز أعرف إيه؟ عايز أعرف إكس كام واي كام؟ طب بص الحتة دي مالها يا مصر؟ لما أقول إكس واي، الرقم اللي هنا والرقم اللي هنا اللي هو N و M، دول بيمثلوا إيه؟ يا مستر الرقم اللي هنا بيمثل تكافؤ ده، والرقم اللي هنا بيمثل تكافؤ ده، صح كده؟ اكس تكافؤ ايه؟ اكس تكافؤ ام يا مستر. شفتوا راح فين؟ بيروح هنا. ايوه تمام. كل واحد بيدي تكافؤ للايه؟ للي جنبه. ماشي. طب وهنا يا مستر واي بيدي تكافؤ للي جنبه اللي هو بيمثل ايه؟ ان. واحد يقول لي لا يا مستر مش تكافؤ بس. ليه يا ولد؟ كل واحد الثنائي بيدي الاثنين بتاعته للي جنبه، والثلاثي بيدي الثلاثه بتاعته للي جنبه، او لو كان احادي على حسب. لا يا مستر الرقم ده عدد مولات. يبقى انت وصلت ليه؟ للتاج اللي على السبوره، عدد المولات. اهم حاجه ان انت توصل لعدد المولات. طب مستر ايه يقدر يوصلني لعدد المولات؟ بص هتلاقي
اللي يدلك على القانون. مستر محلول 2 من 10 مولر وده حجم، حجمه ايه؟ حجمه تركيز، فين القانون؟ حجمه تركيز يا مستر، هعمل ايه؟ هضرب يا بيه. طب ولما اضرب الاثنين في بعض؟ بقى الحاجتين حاجه ايه؟ واحده، بدل ما اتنين بقوم ايه؟ واحده، ووصلت لعدد المولات المطلوبه. طب ما يلا، يبقى انا كده عرفت سكتي ايه؟ اوصل لعدد مولات مين ثم عدد مولات مين؟ اجيب الاول عدد مولات اكس بكام؟ وبعدين اجيب عدد مولات واي بكام؟ طب يلا، هضرب ايه في ايه؟ ما القانون قدامك يا بيه، التركيز في الحجم بس باللتر. يا تركيز، بصوا كده عندي 12 مستر ملي مضروبه في ايه؟ في 2 من 10 اللي هو التركيز بتاعنا. ادي ال 2 من 10 ناقص ايه؟ ناقص تقسم على ايه؟ ما المستر قال لك ده بالملي، يبقى لازم تقسم على 1000 عشان يبقى الحجم باللتر. واطلع الناتج بالمثل بالمثل. هعمل ايه؟ التركيز عندك بكام؟ 1 من 10 والحجم عندك بكام؟ 8 ملي. بس ما ينفعش، لازم باللتر بقسم على 1000. هيطلع الناتج عندك هنا كم مول وكم مول؟ يعني انا كده هعرف اكس وهعرف واي هعرف عدد المولات بتاعتهم قد ايه الوقت يا مستر؟ حالا. يلا بالحسابات، طلع الاولاني كام والتاني كام؟ الاولاني يا اولاد طلع 2.4 من 10 في 10 اس سالب 3 مول، والتاني يا مستر طلع 8 في 10 اس سالب 4 مول. تاني كده يا مستر، ما انا قلت 2.4 من 10 في 10 اس سالب 3 مول، وهنا 8 في 10 اس سالب 4. مستر حضرتك بتعمل ايه؟ بجيب عدد المولات، ما هو قال ان الارقام دي بتمثل تكافؤات وعدد مولات، رحت طيران رايح اجيبها. طب جبت عدد المولات يا مستر، انا اقدر اعوض برقم زي ده او ده في المربعات دي؟ هو عايز النسبه، عايز النسبة. طب اعمل ايه يا مستر لما عاوز اجيب نسبة المولات من عدد المولات؟ اختصرها. طب وعشان اختصرها معناه اعمل ايه؟ تقسم على اصغر رقم فيهم يا بيه. اصغر رقم فيهم اقسم عليه، واضح انه ايه؟ 8 في 10 اس سالب 4 هنا وهنا. حلو مستر، اكيد هنا تطلع بايه؟ بواحد. لما قسمت الناتج هنا طلع 3، مش كده؟ كله طلع الناتج 3 هنا؟ 3. يبقى نسبة كام إلى كام؟ نسبة 3 وهنا 1. طب ما تكتب الصيغة. يبقى أنا يا مستر عندي إكس واحدة والواي 3. إيه ده، المربعات كملت ولا لأ؟ إيه ده؟ قصدك إن 3 دي بتمثل إم؟ قصدك إن الفاضي ده اللي هو واحد وما بيتكتبش وإحنا عارفين بيمثل إن؟ يعني انا وصلت لقيمة M الى N، يبقى قيمة M بتساوي 3 وقيمة N بتساوي 1. يا مستر دي سهلة جدا، في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى انا عن طريق قوانيني، شفت السؤال كان شكله عامل ازاي؟ M وX وموجب وسالب وواي وحاجات غريبة ومبهمة. هاتوا الملعبك، انت عايز ايه؟ النسبة بتاعت ايه؟ عدد المولات عندك ايه؟ حجم وتركيز، اشتغل بقانونك. حلو، يبقى دي مسألة، نشوف مسألة غيرها. الأفكار مش معناه إن الفكرة بعينها ناخد بالنا من فكرتها بتتحل إزاي. تملي يا أستاذ أحمد بيقولوا إيه؟ لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. كيف أصطاد؟ يعني يا مستر مش بالكم والكميه والكتره، لا مش كده خالص. ممكن تحل 30 40 مساله فيهم مثلا 15 16 مساله شبه بعض، يبقى ما استفدتش حاجه. لا، ناخد واحده 2 3 4 مختلفين عن بعض، يبقى انا استفدت، مش كده ولا ايه؟ طيب السؤال اللي بعديه او المساله اللي بعديه يا اولاد، فكره تانية بتقول ايه؟ خليط، ودي من ضمن المسائل السهله قوي بس حضرتكم بتستصعبوها قوي. خليط، مخلوط، خام، عينه غير نقيه، ماشي نشوف. بيقول لي خليط وازاي اتعامل معاه هنشوف. من كربونات الكالسيوم، وماله مع مين يا مستر؟ وكبريتات صوديوم. ماشي، يبقى كلمة خليط يعني مش مادة واحدة. ماشي، كتلته ده الخليط
عشان ما انتهش، 1.5 جرام لازمة لمعايرته. دي كده عرفتك ان انت مش تايه، يعني انت في مسائل المعايرة كده. ومسائل المعايرة قوانينها معروفة. ماشي يا مستر، هنشوف دلوقتي القوانين. لازمة لمعايرته 15 ملي من حمض اللي يا اولاد الهيدروكلوريك، عشان اجهز المعادلة بتاعتي. تركيزه، يا سلام ده الراجل ده طيب جدا، 5/10 ايه مولر. طالب ايه؟ احسب النسبة المئوية حال لمين؟ لكربونات الكالسيوم في العينة. ومديني شوية حاجات بقى المفروض احنا عارفينها بقى، اللي هو السي اي بكام بقى يا اولاد، والسي بكام يا اولاد، اوزان ذرية، حاجات انتم متعودين عليها وعارفينها وممكن ما ندورش عليها في المسألة. مستر اعمل ايه؟ ما تبدأ زي ما بدأ، مش قال خليط؟ ارسمه. مستر بيقول حله، ارسمه. هو مديك كتلة الخليط، يبقى كتلة الخليط اللي بيتكون من ايه؟ بيتكون يا مستر من كربونات كالسيوم ساسو 3، فاكرينه؟ وده ليه كتلة. وايه كمان مخلوط معاه؟ كبريتات صوديوم يا مستر، Na2SO4، وده برضه ليه كتلة. يبقى الخليط عبارة عن كتلتين مع بعض. ايوه يا مستر، ده مخلوط مع ده، وده ليه كتلة وده ليه كتلة. بكام كلهم على بعض؟ ب1.5 جرام. يبقى الواحد ونص جرام دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتلة الكربونات وكتلة الكبريتات. طب تعال العب لعبة ظريفة قوي بتتلعب بيها مع العيال في الابتدائي. قول يا مستر، لو انا عايز كتلة الكبريتات يا اولاد اعمل ايه؟ اللي في الخليط، اطرح كتلة ده من 1.5، تخيلوا. واحد يقول لي طب لو عايز كتلة كربونات الكالسيوم، اطرح ده من 1.5، كتلة دي من دي. يا مستر حضرتك بتقول حاجات سهلة قوي. طب وهي سهلة ليه بنستصعب المسألة اللي بيجي فيها خليط؟ ماشي، دي وسيلة. المهم يا مستر هو عايز ايه؟ كمل. كتلته 1.5 لازمة لمعايرته، يبقى هيتفاعل معاه مين؟ 15 ملي من حمض هيدروكلوريك. مستر هنفعله مع HCl، مين اللي هنفعله؟ يقول لك الخليط. غلط. بص مين اللي يتفاعل معاه؟ ليه يا مستر؟ هو ده ايه؟ الواد ده حمض، يبقى يحب يتفاعل مع مين؟ يحب يتفاعل مع ده. اشمعنى ده يا مستر؟ عشان ده كربونات قاعدة. ايوه الكربونات قاعدة، والكربونات اللي ما تدوبش في المية تحب قوي تدوب في الأحماض. حلو. صاحبنا الأول؟ ناخد فاصل قصير ونرجع لكم تاني. اتفضل يا مستر. كلها على بعضها بكام؟ 1.5. لازمة لمعايرة، يعني هضيف عليه، هفعله مع ايه؟ حمض. الحمض هيتفاعل مع مين في دول؟ اتفقنا كربونات لانه قاعدة، بس كده. قال لي طبعا لازم كربونات، ما ينفعش كبريتات يا مستر. ينفع HCl يكشف على ملح كبريتات؟ ايه ده؟ هي مسألة ولا نظري؟ الاثنين. يبقى لازم تركز انت تفعله مع مين وعلى اساس ايه. ليه يقدر يتفاعل مع الكربونات؟ ها؟ لأن حمض الهيدروكلوريك أكثر ثباتا من حمض الكربونيك، بيحل محله ويطرده من أملاحه على هيئة مية وغاز يمكن الكشف عنه. واحد يقول طب ما يقدرش يا مستر، ما يقدرش على الكبريتات. ليه؟ لأن حمض الهيدروكلوريك أقل ثباتا من حمض مين ده؟ ده يا مستر ملح حمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك البيج بوس بتاعنا. طب واللي حضرتك قلته دلوقتي ورا بعضه ده يا مستر، ده المعادلة. ده المعادلة؟ يعني قصدك ايه؟ قصدي انه هيتفاعل مع مين وهيسيب مين؟ هيتفاعل مع الكربونات، يبقى ده هيتفاعل وده لا يتفاعل. لازم كده يا مستر، لازم تكلم المسألة وتكلم الجزئية دي كده. طب لما ده اللي يكون هيتفاعل، الباقي ده يعتبر ايه؟ يعتبر شوائب، مادة تتبقى دون تفاعل، مادة زائدة دون تفاعل. حلوة دي، عشان دي برضو ألفاظ بنشوفها في الايه؟ في المسائل. يلا يا مستر فعله وقول لنا اللي انت قلته من شوية. يتفاعل مع مين؟ HCl. فاكرين كنا بنكتب ايه؟ يا مستر كنا بنكتب ايه؟ دايل، يعني مخفف عامل تسخين. ها؟ بعيد مع بعيد يكون ايه؟ يكون ملح. CaCl2، امال ده بيعمل ايه؟ ده بيكون حمض الكربونيك اللي هو الحمض الغير ثابت، يتفكك لميه وايه؟ لميه وغاز. استنى، ده اللي انت قلته. قلت ايه من شويه يا اولاد؟ وبالوزن 2.
لان حمض الهيدروكلوريك اكثر ثباتا من حمض الكربونيك اللي هو مجموع دول، يحل محله ويطرده من املاحه على هيئه ميه وغاز. يمكن الكشف ايه عنه؟ اكشف عنه ليه؟ الحلقه دي هتنزل على اليوتيوب، عايز في التعليقات هكشف عنه ليه. واحد ايه اكشف عنه ليه؟ اكشف عنه يا مصر ليه؟ مصر لان احنا في منهجنا يجب الكشف عن الغاز للتعرف على الانيون. يعني ليه كشفت عنه؟ مش فاهمك يا مستر. طب تعالى لي الغاز اللي قدامنا اللي هو ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. اه بيعمل ايه؟ بيعكر ماء الجير الرائق عند مروره لفتره قصيره، ويزول التعكر عند مرور الفتره طويله. يعني بفكرك بالنظري ومعادلاتك ونكمل. وزننا حاله فيزيائيه. الحاله الفيزيائيه الواد ده ماده ايه؟ صلبه جوه الخليط. اما الواد ده ايه؟ الواد ده اي كيو دايل. اي كيو يعني ايه؟ كيو يعني محلول مائي، يعني ماده ذائبه في الايه؟ في الماء. والميه ايه؟ سائل عارفين، والغاز يتصاعد ونكشف عليه. حلو. اكتب الحاله الفيزيائيه في المسائل، مش احسن ما تخرج من الامتحان وتقول ايه ده انا نسيت اكتب الحاله الفيزيائيه هيديني درجه ولا لا؟ صح. ماشي. نرجع تاني يا مستر، هو عايز ايه؟ المساله قدامك. ماشي. انا كتبت القانون لما قال لي ها يلزم لمعايره. وبعدين يا اولاد حمض هيدروكلوريك ومديني تركيزه 5/10 ايه؟ مولر. 15 مللي و5 من 10 مولر. مش هتكلم حجم وتركيز، يبقى تجيبي على طول عدد المولات حبيبتنا على طول. يبقى عدد ايه؟ مولات. مين يا اولاد اللي ليها حجم وتركيز؟ HCl بتاعتنا اللي هو حمض الهيدروكلوريك هتساوي حصل ضرب مين قلنا؟ التركيز في الايه؟ في لازم في الحجم اللي لازم يكون بالايه؟ باللتر. طب يلا بينا مستر. 15 مللي ما تنفعنيش، يعني يعني لازم اقسمها على 1000. حلو. والتركيز بتاعنا بكام؟ بخمسة من 10. اعكس براحتك زي ما انت عايز مستر. هيطلع لي عدد المولات بتاعت HCl كام؟ تطلع تقريبا 1/100 مول. بستخدم ادواتي، واول ما ظهر لي حاجه اتعودت عليها اشتغلت وجبت عدد المولات بتاعت HCl. ها وبعدين شوفوا عايز ايه يا مستر. هو عايز النسبه المئويه، ولسه حالين مع بعض نسبه مئويه لمين؟ لكربونات كالسيوم يعني CaCO3 في، وبعد كلمه في حط الماده تحتي مين يا اولاد؟ في العينه اللي هي مين يا اولاد؟ اللي هي الخليط. كنا بنكتب ايه يا اولاد؟ كنا بنكتب ايه؟ كتله. اكتب ايه؟ كتله من اللي فوق CaCO3 من اللي تحت العينه او الخليط، واروح اضرب فيه 100. بقت قدامك الحاجه جليه. طب استنى، انا عندي مين من دول يا مستر؟ عندك العينه او الخليط. استنى، انا استخدمت الرقم ده خلاص وده ضربته خلاص، فاضل لي فعلا فعلا 1.5. يبقى المقام عند حضرتك في 100. فاضل ايه بس؟ فاضل كربونات الايه؟ الكالسيوم. هتلاقيها بتقول لك تعالى لي. فين؟ امال انت كتبت المعادله دي ليه؟ يلا تعالى عشان اديك الايه؟ الكتله. طب دي مجهولة، محتاج حاجة معلومة أجيب بها المجهول، تملي بالمعلومة أجيب المجهول. عدد المولات. إيه ده، دي مجهولة ولا معلومة؟ معلومة. عدد مولات مين؟ HCl. يا HCl، نعم، أنت معلوم لك عدد الإيه؟ عدد المولات. أقدر أجيب بمعلوميتك الإيه؟ الكتلة. طرفين في وسطين؟ آه. ده يعتبر إيه؟ بيسموه حساب كيميائي، والحساب الكيميائي قوانين. واحد يقول لك يعني أنت لما تعمل طرفين في وسطين يبقى قانون؟ طبعًا. طب ازاي يا مستر؟ كتلة يعني اضرب عدد المولات اللي هي كام على الشمال هنا؟ 1 في الكتلة المولية بكام؟ حسابات تطلع 100 بالجرام اهي. عدد المولات يعني الرقم اللي على الشمال يعني 2 مول. يبقى الكتلة هنا 100 بتقابل 2 مول. اروح انادي على الرقم المعلوم اللي هو عدد مولات HCl. يا HCl، نعم، يبقى 1/100 مول تنتج من كام؟ كام دي اللي هي ايه؟ تهت يا مستر، اطلع فوق ما تتهشي. كتلة CaCO3 اللي انا عايزها. ايوه. حلو. يبقى عمرك ابدا ما تتوه طالما بتكتب الكلام اللي على السبوره. يبقى كتلة CaCO3A هتساوي طرفين في ايه؟ في وسطين يعني. الواحد من ايه؟ من 100 مضروبه في ايه؟ في 100 مقسومه على ايه؟ على الاثنين. واطلع الناتج، والناتج عندي بالجرام. الناتج اللي هيطلع لي هنا هعمل بيه ايه؟ اعوض بيه هنا يا مستر. يبقى الناتج بتاعي طالع معايا كام؟ 375 من 1000
ديت عدد المولات بتاعت اتش سي ال 7.5. دي اللي هي 7.5، معلش، وكام؟ في 10 اس سالب 3 مول، ماشي. فاضل الناتج ده، طلعه لي كده، هيطلع بكام؟ 375 من 1000. طلع 375 من ايه؟ من 1000. طب يلا هاخد الرقم ده يا مستر واحطه في مكانه، 375 من 1000 على 1.5 يديني نسبه ايه؟ مئويه، مقدارها تقريبا 25%. تعالوا كده بصوا على المساله دي. المساله دي هنا الجزء الاولاني ايه؟ حسابات بتاعت اطفال. طب والجزء الثاني؟ حساب كيميائي، طرفين في وسطين، نسبة مئوية، قانون اشتغلناه، في أكتر من جزء بسيط بس اتجمعوا مع بعض، فتحس إن المسألة كبيرة أوي ضخمة. ده بيتحل لوحده، ده بيتحل لوحده، ده بيتحل لوحده، وأهم حاجة القانون الأخير مكتوب عشان تعرف أنت رئيس لك إيه. ماشي. مسألة كمان بيقول لي إيه؟ احسب تركيز، نمسح. الشباب الجميل عايز حل مسائل كتير، ومهما اتكتب من مسائل قدامك لازم تطبق كتير. مواد العلمية، كيمياء، فيزياء، رياضة، لازم تطبق كم كبير وأفكار كتير، مش كم كبير على فكرة واحدة. طيب يقول لي يا أولاد في السؤال اللي بعديه، احسب برضو سهل ممتنع، تركيز حمض الهيدرو كلوريك الذي يتعادل مع او يتعادل 25 ملي منه مع 84 من 100 جرام، ناخد بالنا من الوحدات، من بيكربونات صوديوم. قوم اديني طبعا الحاجات بقى الايه اللي احنا عارفينها، اوزان ذريه قلناها كذا مره، الاوب 16، وعندك الاتش بواحد، والان ايه طبعا 3 وايه 23. تعال نشوف الحكايه ايه، اعمل ايه؟ خدوا الملعبك، طلع من المعطيات اللي تعرفه. ماشي يا مستر، عايز تركيز يا مستر، اكتب قانون التركيز. ماشي، هو طالب ايه؟ تركيز اتش سي ال. يبقى انت محتاج ايه تقسمه على ايه؟ محتاج اقسم عدد مولات اتش سي ال على حجم او الحجم باللتر بتاع المحلول اتش سي ال. حلو، يبقى انت كده عرفت عايز ايه. ماشي، الذي يتعادل 25 مللي منه يا مستر، ده مديني الحجم بس مش باللتر، حوله. يبقى انا عندي الحجم اقدر اجيبه بالايه؟ باللتر. بص بهيئ المساله، اقوم اقسمه على ايه؟ على 1000، 25 يطلع ايه؟ 25 من 1000 لتر. مستر بقى معايا دي، فاضل ايه؟ فاضل دي. طب ما عدد المولات على السبوره تقدر تجيبها باكتر من طريقه. طيب يتعادل 25 مللي منه يا مستر مع 84 من 100 جرام من بيكربونات صوديوم، دي ماده ثانيه. طب مش هو قال يتعادل؟ طب وما كتبتش المعادله ليه؟ صحيح، المعادله يا مستر ان اتش سي ال بتاعنا هيتفاعل مع مين؟ بيكربونات. اكتبوا، ادي البيكربونات زيه زي الكربونات يا مستر، اي مع اتش سي ال. فعلوا يدي ملح، يدي ميه، ويدي غاز بنكشف عنه، والناس بتفكر بنكشف عنه ليه؟ مستر الاجابه سهله قوي قوي قوي، وجمال المعادله انها ما ايه؟ موزونه. مستر حاله فيزيائيه زعل منك، اي كيو لانه بيدوب في الميه. مستر وانا ساعات بتلخبط في الحته دي وما اعرفش مين بيدوب في الميه ومين ما بيدوبش والكلام ده. اي حاجه فيها صوديوم، اي حاجه فيها بوتاسيوم، اي حاجه فيها امونيوم، اي حاجه نطارات، اي حاجه بيكربونات، خاصه البيكربونات اسرع ذوبان في الميه. هل صوديوم، اي ملح صوديوم، اي ملح بوتاسيوم، اي ملح امونيوم، اي ملح نطارات، اي ملح بيكربونات، اي كيو على طول في النواتج. ماشي خلاص يا مستر، ده في صوديوم، ميه، الغاز جي، واقدر اكشف عنه. مستر كمل،
بيتعادل يا مستر 25 مللي منه مع 84 من 100 جرام من البيكربونات. مستر مديني للبيكربونات جرام، يعني مدي لك ايه؟ كتله. حد ملاحظ ان انا جبته الملعبي تاني للمعادله تاني والمقص تاني؟ اه. طب استنى، هو انا فاضل لي ايه واحل المساله يا مستر؟ انت جبت الحجم، فاضل لك عدد مولات اتش سي ال مجهوله؟ اه. يا اتش سي ال افندم، ممكن نحسب عدد المولات بتاعت حضرتك بمعلوميه الكتله المعلومه دي؟ جبنا الملعبنا مره تانية. طب ما يلا، عدد المولات الرقم اللي على الشمال هنا كام؟ واحد مول من المعادله بيقابل كام؟ بالحسابات يعني 23 يعني ايه؟ اجمع واحد يا بي زائد ايه؟ 12 زائد ايه؟ 48، يطلع الناتج تقريبا 80 ولا كام جرام؟ طلع 84 جرام. 84 جرام. طب يلا اروح انادي على المعلوم اللي عندي اللي هو كام؟ اللي هو يا مستر 84 من 100 جرام تنتج لي عدد مولات كام؟ يبقى انا بمعلوميه الكتله اللي في المساله والمعادله قدرت اوصل لمين؟ لسين. حد عارف ايه الفرق بين السطر اللي فوق والسطر اللي تحت؟ السطر اللي فوق عدد مولات وكتله، اه، واللي تحت عدد مولات برضه هنحسبها وكتله. حد يعرف ايه الفرق بين الاثنين دول؟ اللي فوق دي اسمها ايه يا اولاد؟ دي نظريه من المعادله، اما اللي تحت مستخدمه عمليا. فكتير يقول لك ايه، الله، كتله تحت كتله وعدد مولات تحت عدد مولات وعمالين يعملوا كده. لا، ده بمعلوميه المعادله النظريه انا ادخل المعمل افاعل كام جرام في ايديا مع كام وينتج لي كام. ادي الشغل العملي بتاعنا. يبقى سين اللي هي عباره عن مين؟ انت عارف مين؟ عدد مولات اتش سي ال. جبتها منين؟ ما انا كاتبها عشان ما تهش. اضرب 1 في 84 من 100 على 84، يطلع الناتج بتاعنا 1 من 100 ايه؟ مول يا بيه. جبنا عدد المولات؟ اه. جبنا عدد المولات؟ اه. ومعانا الحجم باللتر؟ اه. امال انت منتظر ايه؟ تقسم؟ يبقى التركيز بقى في ايديك يا بيه. يا عدد المولات يا فندم، يا حجم باللتر يا فندم، كله قدام عينك يا دوب بس بتسكنه في مكانه، واطلع الناتج والناتج بالمول لكل ايه؟ لتر او مولر او مولاري، يطلع كله بأربعة من عشرة مول لكل لتر. يبقى هيئ نفسك لاكتر من شكل من المسائل، مش بترصيب المقننة وطريقة الترصيب واحد، لا، يغير ويعمل حساب كيميائي ويدخل معايرة في الترصيب ويدخل التطاير ويدخل الدنيا كلها شبكة ببعضها. ماشي. سؤال تاني تحبوه برضو السؤال ده، بيقول لي ايه؟ احسب عدد مولات ماء التبلور في المول من كبريتات المغنيسيوم المتهدرتة المائية، وساعات يقول البلورات. يلا اديني معلومات. اذا علمت ان عينة منه بتحتوي على 51.16% من كتلتها مية. لعب الاطفال الاول، كتلتها ايه؟ مية. يبقى دي النسبة بتاعت المية. ايه لعب الاطفال يا مستر؟ النسبة المئوية. بلها يا مستر، لما اقول لك مادة بتتكون من A و B، ماشي، يبقى A و B دول على بعض ايه؟ 100%. طب لو ايه 30% يبقى بي، يبقى 70%. عملت ايه؟ طرحت من 100% ايه يا مستر؟ لو انا قسمت ال 100 على 50 يبقى 50 و50، ده نصيبه 50، ده نصيبه 50، 30 يبقى التاني 70. بنطرح. طيب الاتش طبعا معروفه بكام؟ بواحد، والاس ب 32، والاو ب 16، والام جي ب 24. جاهزين؟ جاهزين يا ريس. يلا بينا. عايز ايه الراجل ده؟ بيقول لك عايز عدد مولات ماء التبلور في المول من كبريتات المغنيسيوم، يعني بيقول ان ام جي اس او 4، شايف كام مول يا ولد؟ اه. صيغتها الجزيئيه دي معاها كام مول ميه؟ ياه، رجعت بقى للشكل العام اللي انتوا عارفينه كويس قوي. ساعات يكتب لك اكس، ساعات يكتب لك ان، ممكن يكتب ام، مش كده ولا ايه؟ يبقى انا عايز اعرف يا مستر الصيغه بتاعته ايه؟ وعدد مولات الميه اللي في الصيغه الجزيئيه بتاعته قد ايه؟ بعمل ايه يا اولاد؟ في خطوات كده بنمشي عليها
لو عجبتك اشتغل بيها. في ناس بتعرف تجيب على طول، بس انا هكتب الخطوات لانها ممكن تحل اي حاجه. قول يا مستر. واحد، الكتله الموليه للميه. اتنين، الكتله الموليه للماده. قصدك كبريتات مغنيسيوم؟ ايوه. وعلى حسب الماده اللي في المساله بقى. تلاته، كتله العينه قبل التسخين. يعني ايه قبل التسخين يا اولاد؟ يعني لسه فيها ميه، يعني متهدرته. كتله العينه بعد التسخين. مستر، هي خطوات حفظ ولا ايه؟ ابدا، ده شغل. يعني كتله كتله موليه يعني قانون، بقسم واجيب عدد المولات. طب لما اقول لك كتله العينه قبل التسخين وبعد التسخين، ده الاساس العلمي يا مستر، اللي هو ايه؟ ايجاد النقص في الكتله قبل وبعد التسخين للعينه. يبقى احنا بنحقق خطوات عندنا مش حفظ. خمس، مستر اجيب كتله، لما اطرح الاثنين من بعض يديني كتله الميه فين في العينه قد ايه. طب الخطوه اللي بعد كده يا مستر، ممكن نجيب النسبه المئويه للميه، بس هو مش عايز ده. نجيب عدد مولات الميه في العينه ازاي. ماشي، ومنه نقدر نجيب عدد مولات الميه في الصيغه اللي قدامنا. طب يلا اعمل ايه يا مستر؟ الكتله الموليه للميه الولاد حافظينها صم H2O يا مستر، من غير اقواس على طول، 18 جرام في المول الواحد. بالحسابات يا اولاد من الاقواس اللي عندنا، قصدك 24 زائد 32 زائد 16 مضروبه في مين؟ في 4، تطلع تقريبا 100 وايه؟ 120. 120، يبقى دي ب 120 جرام برضو في المول الواحد. بجهز ادواتي واختار منها. كتله العينه قبل التسخين يا مستر، هو مديك ايه؟ مديني نسبة مئوية. طب انا من شوية لما اقول مادة بتتكون من A و B، يبقى المادة دي ايه؟ 100%. ايوة، يبقى انا بعتبرها 100. بعتبرها ايه؟ 100. ممكن اقول 100 جرام يا مستر؟ ممكن اقول 100 جرام. ممكن اقول ايه؟ 100 جرام. تمام؟ ال 100 جرام اللي عندنا دول يا اولاد، لو قسمناهم على كام وكام؟ 51 للمية، يبقى الباقي كام؟ بطرح. يبقى كتلة العينة يا اولاد بعد التسخين اقدر اجيبها ازاي؟ ان انا اطرح الميه منها يا مستر، يعني الميه اللي هي العينه كلها اطرح منها ال 51 و 16. 51 وايه؟ و 16. طلعت عندي بكام يا اولاد؟ طلعت عندي ب 48 84 48 84 جرام. ماشي يا مستر. كتله الميه في العينه دي كتله العينه بعد التسخين، كتله الميه في العينه اطرح الكتلتين دول من بعض، مش كده؟ ما هو مديها لي 51 و16، مش كده؟ بدل نسبه مئويه او مقايل جرام. فاضل عدد مولات الميه اللي في العينه. عدد المولات يعني كتله الميه على كتله موليه، الكتله على الكتله الموليه للميه. الكتله بتاعه الميه كام يا اولاد؟ ما احنا قلنا حسبناها 51 و16 والراجل الطيب مديها لي. الكتله الموليه للميه بكام يا اولاد؟ ما عندي يا بدات استخدم ارقامي بقى. طلع الناتج تقريبا كام مول؟ طلع يا مستر الناتج عندي 2.84 مول. تعال بقى بعد ما وصلت للخطوه دي اقوم قايل انت عايز ايه؟ عايز اعرف الماده دي معاها كام مول ميه. عايز اعرف ايه؟ عدد المولات من الميه اللي موجوده في الكتله دي اللي بتمثل واحد مول. ليه قلت كتله؟ لان كلها عندي كتل. طب يلا اعمل ايه يا اولاد؟ احط هنا كتله العينه بعد التسخين. ليه؟ لان بعد التسخين يعني ما فيهاش ميه، دي فيها ميه؟ شايفينها كده فيها ميه؟ لا. فين الكتله اللي بتناسبها بتاعت العينه يا مستر؟ اللي هي 48 و84 جرام. كان معاها كم مول من الميه؟ ما حضرتك قلت لنا عدد مولات الميه اللي في العينه طلعت بالحسابات 2.84 مول. اعوض المول الواحد يا اولاد من ده، كتلته كام؟ ما حسبناها يا مستر، 120 جرام. من الصيغه تنتج من صاحبنا ده كام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي اكس. يبقى اذا كان العينه بتنتج لي عدد مولات، يبقى المول الواحد بينتج لي قد ايه؟ اكس. بالحسابات حسبناها يا اولاد، طلع الناتج 7 مول، او مكاتب ام جي اس او 4 معاها 7 مول ميه. ولازم اكتب الصيغه. تمام يا دكتور. اكتب الصيغه. اتفضل يا دكتور.
شرفتنا يا دكتور، ونتمنى ان طلاب الطالب كلهم يكونوا استمتعوا بالحلقه معانا زي ما استمتعنا بها مع حضرتك، ونتمنى نشوفك في لقاءات قادمه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا. شكرا.